المدى وأمجدها فوق هام الزمن وبالفخر يزدان مجد الوطن وأمجدها. متواصلين معكم في المجد الوطن وإلى جائزة وطنية جديدة، حيث كرم رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر الفائزين بجائزة جستن للتميز مساء أمس الأحد بقاعة الدرعية ببهو الجامعة الرئيس. جاء ذلك بحضور عدد من رواد التربية وعلم النفس وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المدعوين والمشاركين إضافة إلى الفائزين. لمزيد من التفاصيل حول هذه الجائزة وتسليط الضوء عليها، يسعدنا أن يكون ضيفنا لهذه الحلقة الدكتور عبد المحسن المبدل أمين أو الأمين العام لجائزة جستن للتميز، رئيس قسم علم النفس بجامعة الملك سعود. دكتور عبد المحسن، حياك الله معنا في المجد الوطن. حياكم الله في برنامج، حياكم الله في برنامج المجد الوطن، وتشرف بهذه الفرصة وإتاحة الفرصة للجائزة والتعريف بها. صراحة جهد كبير، وشاهدنا أمس هذا التكريم وهذه الأصداء الكبيرة. ودنا نتعرف أكثر على هذه الجائزة، وش الهدف منها؟ في الحقيقة الجائزة يعني طرحت في هذا العام لأول مرة من مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، وكان الهدف هو تكريم رواد التربية وعلم النفس وتشجيع المبدعين وتشجيع أيضا حركة التأليف والبحث في مجال التربية وعلم النفس في الوطن. جميل. ممكن البعض يتساءل، هذه الجائزة وبعد إطلاقها كيف كان التفاعل معها عن طريق المتقدمين وما إلى ذلك؟ في الحقيقة قبل ما نقول نتكلم عن التفاعل، نتكلم عن لما أطلقت كانت تحدي كبير جدا أمام الجمعية. جمعية عريقة لها أكثر من 40 سنة وهي تعمل في مجال التربية وعلم النفس وخدمة الوطن في هذا المجال. فكان التحدي أن نجاح الجائزة هذه تحتاج إلى أن تقدم بما يتواكب مع هذه الجمعية. الجمعية المنتسبين لها عددها كثر من مجال التربية وعلم النفس، العضوية الفاعلة حاليا في الوقت الحالي والعضوية العاملة فيها تربع على 2000 من مجال التربية وعلم النفس. فلذلك لما تطرح هذه الجائزة فهي تعتبر نوعا من التحدي، فلذلك لابد نكون على قدر المسؤولية في طرحها. أول ما بدأنا في بناء يعني تحديد فروع الجائزة هذه، وكانت الفروع الأساسية اللي فيها اللي الرواد، فرع الرواد ولفئتين وفرع ستكلم عنها بعد قليل، وفرع البحث وأيضا فرع الرسائل، فرع البحث اللي بفئتين الرسائل العلمية والبحث المنشور، وأيضا الكتب اللي هو كتاب من المؤلف أو الكتاب المترجم، وأيضا المبادرات في مجال التربية وعلم النفس. فكان هذه التحدي أمامنا، كيف آلية طرحها وتقديمها، وأيضا كيف ستفتح للعموم في التقديم عليها. هذا السؤال اللي أود أجاوب عليه. أول في بداية بناء المعايير لها قبل ما نفتحها، فكانت قضية يعني بناء المعايير وثم أيضا آلية التحكيم، لما وأيضا أن تكون التقديم إليها يكون إلكتروني، وكان هذا هاجس قوي أمامنا. لما فتح الموقع، عندما تم بناء الموقع الخاص بها وفتح، تقدم مباشرة أكثر من 300 للتسجيل فيها. جميل. وحنا نشاهد بس خليني أواصل في هذه بس فضل. عشان لا يظن أنه هو 500 اللي تقدموا، ولكن اللي سجلوا اللي تقدموا تعدوا 150 بعد المتابعة معها. فكان في تسجيل وتقديم. تفضل. ما شاء الله تبارك الله. وحنا نشوف هذه الصور من هذا التكريم من قبل معالي رئيس الجامعة، وهذه الأصداء صراحة اللي دائما ما تفرحنا، هذا التفاعل مع مثل هذه الجوائز. ممكن البعض يتساءل عن ما يخص الأفرع إذا ذكرناها بشكل مختصر، وأيضا كيف في هذه الأفرع كيف تكون آلية التحكيم في هذه الجائزة؟ جيد. هو أول شيء شكرت لجان على مستوى يعني اللجنة العلمية، لها لجنة علمية وأيضا لجنة تنفيذية للأعمال المتعلقة بالجائزة، واللجنة العليا الإشرافية على الجائزة برئاسة رئيس مجلس الإدارة اللي هو سعادة الأستاذ الدكتور فهد الشايع. العمل عليها في هالنقطة بالذات كان فيها تحدي أمامنا. الأفرع اللي أمامنا اللي فرع رواد التربية وعلم النفس، وأيضا هو في قسمين أو في فئتين اللي هو رواد التربية وعلم النفس، وأيضا رواد الجمعية الخاصين بالجمعية. هذه كتكريم لمن ساهموا في مجال التربية وعلم النفس بشكل عام، وساهموا في قيادة عمل الجمعية.
كفئتين أساسيتين. هذه لها آلية تحكيم معينة، وأيضا فرع البحث العلمي له آلية تحكيم، والكتاب أيضا المؤلف له تحكيم. اللي طرح في الدورة الأولى عشان نتكلم عن التحكيم طرحت ثلاثة أفرع، لم نطرح الجميع لكي نحاول أن نقدمها بشكل متناسب مع مكانة الجمعية. الأول، الفرع الأول وهو فرع الرواد، وكان يتكون من فئتين، فئة رواد التربية وعلم النفس وفئة رواد الجمعية. عندما في رواد التربية وعلم النفس تتكلم عن الوطن وتتكلم عن الرواد، فالاختيارهم بيكون شوي صعب. فتحت للتقديم طبعا، يعني صعب حتى أنه يتقدم يقول اختاروني رائد لها، يعني من الصعب. فتم استكتاب أكثر من 24 خبير في مجال التربية وعلم النفس من اللي لهم خبرة في مجال، في ميدان التربية أو في مجال الأكاديمية. استجاب منهم تقريبا حوالي 16، ورشحوا لنا تقريبا ما يقارب 58 اسم يرشحون على أنهم رواد التربية وعلم النفس. لكن كان عندنا نموذج محدد نقول للخبير هذا، نقول عطنا خمسة أسماء رتبهم بالأولوية اللي ترى أنه هو اللي فعلا يستحق الأول كرائد للتربية وعلم النفس، وعطنا المبررات. جميل. رتبهم بالخمسة، فاضرب خمسة في خمسة في 16 عدد كبير. طبعا مع تكرار الأسماء وصلوا إلى 58. 58 هاي تحتاج إلى فرز ثم إلى تحكيم، مرحلة ثانية فيها. صحيح. فأخذنا اللي رشحوا، اللي تم ترشيحهم من ثلاثة شخصيات رشحتهم فأكثر، فدخلت المرحلة الثانية التحكيم إلى أن وصلت إلى اختيار اثنين، واللي تم تكريمهم اللي سعادة الدكتور عبد العزيز الثنيان معروف، أيضا سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن نافع. جميل. وحنا شفنا صراحة هذا التفاعل الكبير، وصراحة سواء الدعم من قبل معالي رئيس الجامعة وأيضا من المهتمين ورواد التربية وعلم النفس، وحنا صراحة نشوف هذا الحضور الكثيف اللي كان مساء أمس. هذه الجائزة بحكم خبرتك ووجودك فيها بشكل مستمر، بكل تجرد إذا سمحت يا دكتور عبد المحسن، نعم، وش أبرز نقطة تجد فيها قوة هذه الجائزة في كل عام؟ الحقيقة يعني هو التجرد، الواحد يحاول دائما أنه يتجرد، لكن بكل يعني بكل صراحة هي أربعة أفرع، والحكم على كل فرع مختلف عن الآخر بأنه هو نقطة قوة. هذه فيها يعني صعوبة في الحكم عليها. إن جئت لمجال الرواد، فالرواد قوة يعني لا يستهان بها في مجال الجمعية بشكل عام والجائزة هذه. وإن جئت للبحث العلمي فأنت تدعم حركة البحث العلمي، وأيضا في الكتاب حركة التأليف، فمن الصعب. لكن نقول هذه الأفرع اللي طرحت بمجملها قوة، وأيضا دعم الجامعة لها ودعم معالي مدير الجامعة لها تعتبر قوة كبيرة جدا. صحيح. احنا شفنا في هذه النسخة حجب لفرع التأليف مثل ما يعني وردنا وشاهدنا في احتفالية أمس، وش السبب ممكن نعرف؟ والله هو في الحقيقة يعني من حق أي واحد أنه يتساءل لماذا تم يعني حجب التأليف أو الكتب المؤلفة. هو فرع الكتب، وكان عبارة عن فئتين اللي هو الكتب المؤلفة والكتب المترجمة. تجينا تساؤلات، أنا تقدمت بكتاب مترجم، إحنا ما طرحنا إلا فئة واحدة اللي هو كتاب مؤلف. فتقدم وصلت لنا عدد من الكتب 11 كتاب، وهي معلنة كما وضعت في كتيب الإعلان الجوائز. 11 كتاب هذه لما تم تحكيمها على مرحلتين، في المرحلة الأولى ثم المرحلة الثالثة للمراجعة، التحكيم لم يصل إلى درجة التميز، يعني الدرجات لم تصل إلى درجة التميز. ومع ذلك قلنا نعطيها فرصة أيضا للكتب اللي أخذت يعني مراكز متقدمة وهي لا زالت لم تصل إلى مرحلة التمييز، وعرضت أيضا على متخصصين كمرحلة آخر مراجعة في مجال هذه الكتب اللي كانت متقدمة. ومع ذلك أكدوا لنا أنها يعني لم تجتز المرحلة، وإحنا هي تميز. صحيح. مثل ما ذكرت، وهذا دليل كبير دكتور عبد المحسن على جودة هذه المعايير وارتفاع
هذه المعايير، وليس أي مشاركة، مع طبعا كامل احترام لكل المجهودات التي تبذل سواء في الكتب المؤلفة أو المترجمة أو غيرها. الوقت يداهمنا دكتور عبد المحسن، إذا سمحتي نختم بهذه الجائزة في المستقبل، وش مرسوم لها بإذن الله؟ والله لا زالت الجائزة أمامها تحديات كبيرة جدا، لا زال بعض الفئات اللي ما طرحت، وأيضا فرع المبادرات سواء مبادرات الفردية أو مبادرات مؤسسية تطرح، أيضا التحدي الكبير أمامنا اللي هو الجمعية والمنسوبين أو منتسبيها يطالبون، لا زال يطالبون أيضا الجمعية تقدم على ما هي يعني على مكانتها العريقة في الوطن. بإذن الله نشهد النجاح في قادم الأيام وفي قادم الأعوام إن شاء الله. دكتور عبد المحسن المبدل الأمين العام لجائزة جست للتميز، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا في المجد الوطن. حياك الله، شكرا لك وشكرا للبرنامج وأيضا لقناة المجد على هذا البرنامج التميز، شكرا لك. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على متابعتكم الدائمة للمجد الوطن، منجزات الوطن.